السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وصحتكم تكون مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد التحليه اللي كتجي اكثر من رائعه، كريميه وبنينه، ما تقلعوش منها. تحضروها هكا لوقت الفطور ديالكم او للسحور، المهم نتوما كل واحد يمتى كيبغي ياكل الحلاوه ديالو. راه كتجي رائعه وبنينه وكتستحق التجربه. نقول لكم دابا خليكم معايا من اول فيديو حتى الاخر ديال الفيديو، تبعوا معايا جميع المراحل. ودابا يلاه نمشيو نبداو في طريقه ديال التحضير ديال هاد التحليه. ونبداو بسم الله على بركه الله. هنايا في كاسرونه غادي نضيف جوج المعالق اللي يكونوا كبارين ديال السكر سنيده. بالنسبه للحلاوه تقدروا تحكموا فيها، تقدروا تكثروا او تنقصوا. بالنسبه لي انا يكتفيت بجوج المعالق، وزدت ثلاثه المعالق اللي يكونوا كبار ديال النشا او المايزينا. بالنسبه للمعلقه ديال النشا ما تكونش عامره مزيان، ديروها هكا معلقه كبيره تكون مسوحه. وبالنسبه للعبار ديال الحليب، انا هنايا ضفت نص سيترو ديال الحليب وزدت على داك نص سيترو كاس ديال الحليب. صافي، هنا بقيت كنخوي الحليب بشويه بشويه وانا كنخلط حتى حسيت بديك النشا وداك السكر السنيده دابو. يعني ما جيتش وخويت الحليب دقه واحده من الاول، كنبقاو نخويو هكا بشويه بشويه حتى كدوب لينا ديك السنيده مع داك النشا. هنايا الكاسرونه غادي نحطها فوق بوطه على العافيه تكون مهيله، مع التحليك المستمر ما نزكاش عليها حتى تعقد لينا الكريمه. سبق ليا وحضرت معكم هاد الكريمه هذه شحال من مره. صافي، من بعد ما كتعقد لينا الكريمه كنطفيو عليها وكنضيفو ليها في الاخير معلقه كبيره ديال الزبده. وهنا في هاد الكويسات فاش غادي نقدم التحليه ديالي. نتوما قدموا التحليه ديالكم كيف ما كتبغيو فاش ما بغيتو. صافي، هنايا بالنسبه ليا هنا انا غادي نستعمل هاد البيسكوي هذا. ماشي بالضروره انكم يعني ديروا البيسكوي كيف ما درت انا، يمكن لكم ديروا هكا لا عندكم الكيك او لا ديروا طريفات ديال البنان ولا طريفه الفريز. المهم كيبقى لكم الاختيار. هاد المرحله هذه ديال البيسكوي انا اللي درت، ديروا نتوما اي حاجه، راه ماشي بالضروره، انا كنعطيكم غير فكره فقط. صافي، هنايا كيف شفتوا معايا كنقطع هاد البيسكوي هكا عشوائيا، كنحطو في هاد الكويسات هذا باش غادي نخوي عليه ديك الكريمه. المهم باش ما تجيناش ديك الكريمه هكا غير بوحديتها، كنديرو هكا شويه يا اما بيسكوي او كيف قلت لكم كيك لا عندكم، ولا كيف ما قلت لكم ديرو هكا طريفه البنان مع الفريز، كيبقى لكم نتوما الاختيار. وهنا من بعد ما الكريمه ديالنا صافي ها هي كيف كتشوفوا معايا وجدات، هنا كنوريكم القوام ديال الكريمه كيفاش خصو يكون. تيكون هكا خفيف، داكشي علاش قلت لكم ملي تبغيو ديرو المعلقه د النشا ما ديروهاش عامره مزيان، كديرو ديك المعلقه مسوحه باش كتحصلوا على هذا القوام هكا اللي كيكون خفيف. هنايا غادي نزيد على هذه الكريمه جوج ديال بيرلي اللي كيكونوا طبيعي بلا سكر، اولا تقدروا تستعملوا اي دانون غير خاصو يكون طبيعي بلا سكر. هاد البيرلي صراحه كيعطي الكريمه واحد المذاق غزال، كتجي كريميه وكتجي روعه في المذاق. ان شاء الله تجربوها وانا اكيده غادي تنال الاعجاب ديالكم. صافي، هنا كيف كتشوفوا معايا غادي نحرك هاد الكريمه مزيان حتى ينسجم ليا الخليط مزيان، داك بيرلي اللي ضفته هو يذوب وكنحصلوا على هاد القوام هذا. صافي، هنا مباشره غادي نخوي هاد الكريمه في هاد الكويسات فوق داك البيسكوي كيف ما كتشوفوا معايا. هكا طلع لكم البيسكوي الفوق، كتضغطوا عليه شويه هكا كيهبط، ماشي بالضروره ان خاصو يبقى شاد لينا لتحت. المهم هو فاش كنكونوا كناكلوا ديك الكريمه كتلقاو وسطها شي يعني شي حاجه هكا بيسكوي ولا كيك ولا كيف قلت لكم الا كان ديسير ديروه، ما كتبقاش تحسوا بها غير الكريمه بوحديتها. وبالنسبه لهاد القياس اللي عطيتكم راه كيف كتشوفوا معايا خرج ليا 4 هكا ديال الكويسات. المهم راه كبارين يعني ما صغارينش، دوك الكويسات الاولين كبار وهادو جايين متوسطين. المهم بالنسبه للقياس نتوما راه تحكموا في القياس، ديروا الكميه نتوما اللي تكفيكم على حسب عدد الافراد العائله ديالكم. المهم اقترحت عليكم هاد التحليه فقط، وبطبيعه الحال نتوما غديروا الكميه اللي غتكفيكم وتكفي العائله ديالكم. صافي، هنايا غتنخلي هاد التحليه غير هنا في الكوزينه حتى تبرد، عاد كندخلوها للثلاجه. وهنايا هذه الطبقه الاخيره اللي غادي نزيد، هذه كتبقى اختياريه، انا زدتها حيت متواجد عندي هاد الكونفيتور هذا مقاده في الدار ديال الفريز، صراحه بنين كنستعملو في بزاف د الحوايج بحال هكا في التحليات، اولا كنقدر نستعملو في هكا في لي كيك في الكلاص، يعني في بزاف د الحوايج كندخلو في بزاف ديال الحوايج، صراحه بنين بزاف.
لقيت الفريز هادي نستغلوها ونقادو هكا هاد الكونفيتور هذا، كنقادو هكا بالكسره وكنحتفظ به هكا في الثلاجه كيبقى مده اولا في المجمد، وكنبقى نخدم به في كيف قلت لكم في بزاف ديال الحوايج، اولا تاكلوه هكا فوقيت الفطور وفوقيت الكوتي. وبالنسبه للتحليه ديالكم راه تقدروا تخليوها غير هكاك، ماشي بالضروره انكم تزيدوها الطبقه، وتقدروا تزينوها هكا بطريفات ديال البنان اولا طريفات ديال الفريز ولا هكا حبيبات ديال الشكلاط اولا داك البيسكويت حكو تزيدوه من الفوق. المهم يمكن لكم نتوما ديروا اي حاجه باش تزيدوها تضيفوها على هاد التحليه ديالكم، كيبقى لكم الاختيار. اولا تخليوها غير هكاك راه كتجي رائعه، كتجي بنينه ديك الكريمه، كتجي غزاله بزاف. وكتكون هذه هي التحليه، انا غنحتفظ بها هكا في الثلاجه تتبرد، وكتقدمها بالصحه والراحه، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. صافي كتقدموها في الوقيته اللي تبغيو نتوما، امتى كتفضلوا تاكلوا الحلاوه ديالكم، سواء تحطوها مع الوقيته ديال الفطور اولا في السحور، المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار، كل واحد ويعني وامتى كيبغي ياكل الحلاوه. كيكون كيف قلت لكم هذا هو الشكل النهائي ديالها، والصراحه راه كتجي بنينه صراحه، ديك الكريمه كتجي رائعه، بنينه بنينه بزاف. ان شاء الله الا جربتوها انا اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم، وكتستحق التجربه، ولا جربتوها انا اكيد غتعجبكم. هذا كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، الى وصفه جديده خليتكم على خير، السلام عليكم.